حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام. طبعا شكرا لمخرجنا على هذا الفاصل اللي طانا فد باور جميل حتى نواصل حلقه هذا اليوم من صباح كربلاء. شاهدنا جمال هذه المدينه نعم. من خلال البحر، السماء الصافيه، الجبال، يعني خاصه هسه بالعطله الصيفيه احنا نحتاج لهاي الاماكن شويه صحيح، نغير المود لنا ولاولادنا، يعني بعد إن شاء عناء الله الامتحانات إن شاء الله ونشوف دائما عراقنا عامر بمثل هذا الجمال. إن شاء يعني الله. الصراحة من خلال شاشتنا أحب أقدم شكر لكل أخواننا العاملين في البلدية. يعني أنا وجاية لمقر القناة شفت هذا اللي يصبغ الرصيف، هذا حلو اللي يزرع شجرة، حلو، كلش فرحتي بداخلي إسراء. قلت أكيد يعني الحمد لله أكو إيدين تشتغل، كفاني وإخلاص بالعمل، أكو عمل، أكو إنه ناس تتطور وبدها تحب هذه المدينة وبدها تحب بلدها وتشتغل. الحمد لله يعني والشكر. حتى وإن كان هسه البعض يقول هسه مو دا ياخذون راتب، ما إله دخل، أكو إخلاص بالموضوع، أكيد. إخلاص بالعمل. اكو احيانا الناس يستلمون مرتبات لكن ما ينطي يعني من كل قلبه باخلاص بحب جهود، في العمل. جهود مباركه. نعم. ان شاء الله فعلا لكم. شكر خاص إن شاء الله. ورسالتنا ان شاء الله توصل لهم ان انه شاء نشد الله على ايديهم ان بهذا شاء الله. العمل. اذا مشاهدينا الكرام خلونا ان شاء الله نتواصل واياكم بفقراتنا. اليوم الرابع من حزيران، هذا اليوم هو اليوم العالمي لضحايا الاطفال الابرياء. خلينا نسلط الضوء على هذا اليوم وماذا يعني هذا اليوم. من الحقائق المحزنة إنه في الحالات التي يندلع فيها الصراع المسلح فهو أكثر أعضاء المجتمعات ضعفاً، أي الأطفال الأكثر تضرراً من عواقب الحرب وأكثر الانتهاكات الستة شيوعاً، هي تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات، وكذلك الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. لذلك أعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها المؤرخ 19 أغسطس 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة، ونظراً لما روعها من العدد الكبير من الأطفال، الاحتفال بيوم الرابع من حزيران من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. الغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم، ويؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، ويسترشد عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ. وأكيد الأطفال هم زينة الحياة الدنيا. اليوم إذا احنا أنشأنا أطفال سالمين معافين بعيدين كل البعد عن هذه الأضرار اللي ذكرناها، أكيد مقابل هذا إحنا راح نكون مجتمعنا مجتمع قوي، مجتمع مبني على شباب ناضجين. صحيح. لكن العكس، نعم. إذا الأطفال تعرضوا إلى عنف إلى إرهاب راح يكون مجتمع ركيك، لأن هم تربوا على هذه القساوة، بالتالي راح ينعكس على تربيتهم وعلى مجتمعهم. أكيد إحنا دائما نقول لازم يعني ما يتعرض الطفل إلى عنف حتى لا نخلق مجتمع معقد نفسيا أو يرافق إلى الكبر تلك العقد النفسية التي يعاني في علاجها أكثر مما يعمل على أنه يكون مستقبله. وبدت يعني عمالة الأطفال وسوء معاملتهم بالثورة الصناعية اللي كانت بذروتها في أوروبا وامتدت إلى كثير من السنوات، وخاصة بالدول النامية والدول الفقيرة اللي يعني حالات العنف ضد الأطفال، عمالة الأطفال بأجور زهيدة، حتى كان هذا يعني أيضا يتعرض للنساء من الأجور الزهيدة مقارنة به غيرهم وأقرانهم من الرجال. إذن مشاهدينا، كثير من حالات العنف حول العالم وخاصة الحروب التي تستهدف الأطفال الأبرياء، حالات الفقر والجوع في اليمن وغيرها، يعني أكيد إحنا ما نريد ندخل بهكذا مواضيع، لكن لابد أن نشير إلى أنه للطفل حقوق
قدر الإمكان نحاول أنه نحافظ على هذا الطفل، نحافظ على جوهره وخامته مثل ما نقول، حتى عندما يكبر طفل سليم معافى إن شاء الله. إذن